FM. الكلمة ليك. concerne l'image نتاع l'hôtelier خساره pour معناتها pour la majorité des gens elle est l'hôtelier هو الانسان المتغول اللي كرشه كبيره اللي ياخذ ما يعطيش alors que معناتها l'hôtelier انا واحده من الناس جوجير l'hôtel de mon grand-père اللي هو انا شو معناتها la troisième génération القصر من عام 65 دونك لي زوتولي في تونس عندهم 50 سنه ولا 60 سنه قاعدين يخدموا قاعدين يعطيو لها الدوله هذيا قاعدين يلانفيستيس مالغري الصعوبات اللي فما الكل في القطاع هذيا والكلنا نعرفوها قاعدين يبي لي تاكسي يبي لا سي ان اس اس يكري دو لومبلوا معناتها التوريزم يشغل هالي ديريكتومون 200000 و انديريكتومون 1 مليون معناتها التاكسيست كي ما يلقاش التاكسيست ما يخدمش اليوم ماشي كما فماش توريست معناتها الكل سي ان سيركل فيسيو دونك واليوم زاد من بعد الاتنتا دو سوس المشكله اللي نعرفش ربي هديهم العباد اللي خرجوا في لي ميديا قالوا الوقت اللي جاي ياخذوا فلوس معناتها كوم سي احنا خدينا فلوس على خاطر وتلتنا سكروا الوغ احنا ما خدينا حتى فلوس دونك سا كري اون تونسيون ما بيناتنا احنا والخدمه نتاعنا الوغ معناتها ما خدينا بالحق حتى فرانك فهمت او كونترير معناتها العباد معليش كيفاش نخلصوا لي سالير معليش كيفاش نخلصوا هذه مساله مهمه ريت المغالطات اللي يصيروا مغالطه صارت كبيره ياسر وقاعدين معناتها تطلع في دي تونسيون بيناتنا احنا وخدمتنا ديجا وحبيت نقول اللي اليوم لازم العباد الكل يحطوا اليد في اليد مع بعضنا راهو احنا اون تونك جودي ما نحبوش ما نخدموش ما نخلصوش خدمتنا معناتها لا بريوريتي نتاعنا هي نخدموهم معناتها نخدموهم بور كون كري دو لومبلوا اي نخلصوهم معناتها نراو احنا شنو نحسنوا في وضعيتهم نحسنوا في وضعيتهم خاطر نراو اللي احنا معناتها الارهاب منيش يجي قاعد الارهاب قاعد يجي من العباد البطاله اللي يسرق واللي براكي معناتها كان نكملوا هكا راهو سافيتر اون سيتياسيون ديزاستروز واضح دونك ان شاء الله نعملوا نحطوا اليد في اليد كلنا مع بعضنا نلقاو حلول للقطاع هذا كاب اف ام الكلمه ليك